بالنسبه لاهم اسئله الاي سي جي اللي بتيجي في النظري هم ثلاث اسئله مهمين جدا لما معظم الاي سي جي. السؤال الاول درو ذا نورمال اي سي جي. طبعا كل الطلب عارف ان انا هرسم بي كيو ار اس تي. الغلطه اللي بتحصل ان لازم ارتفاع التي يكون اعلى من ارتفاع البي. دي نقطه مهمه. يبقى انا هعمل درو، اعمل تحت الدرو مجرد ان البي دي تمثل الاتريال دي بولاريزيشن، الكيو سبتر، الار ايبل طول، الاس بوسترو بيزل بارت، والتي تمثل فيرتيكال ري بولاريزيشن. بالنسبه للاي سي جي طبعا بتاع الكورونري ثرومبوزس هم ثلاث كلمات، انفيرت تي ويف هتحط عنوان وتحتيها السبب، اسكيميا مع الشرط، الفيتد اس تي سيجمنت. لازم اهم الكلمات اللي بندور عليها كلمتين، current of injury دي تهمني جدا في الاجابه، لازم انت تقولها وتتكلم على حاجه اسمها electric window. تالت حاجه الديب كيو، ولازم تقول انها old sign of myocardial infarction وتحط السبب. يبقى تلات عناوين وتحت كل عنوان السبب. السؤال الثاني قارن ما بين سوبرا فينتريكولر وفينتريكولر تاكيكارديا. كلمة سوبرا يعني معناها اتريال، مش لازم يقول لك اتريال تاكيكارديا. سوبرا اللي فوق الفنتريكل هو الاتريال. لما يقول لي قارن لازم اعمل جدول مقارنة كده والخانات على الشمال. السؤال ده جه تقريبا سنة 2007 أيام دكتور شكري، وحدد للطلبة في المقارنة ثلاث نقط، نيتشر وتايبس وسيريسنس. نيتشر يعني دايما اي تاكي كارديا بيبقى سببها الاساسي اكتوبيك فوكس، فانا عملت سهم بالعرض وكتبت اكتوبيك، ده مشترك في الاثنين. يعني ايه اكتوبيك؟ لازم تقوله ابنورمال سترونج امبلس. جه امتى؟ التايم في الريلاتيف ريفراكتوري بيريود افتر اند اوف ابسولوت ريفراكتوري. ميكانيزم لازم تشرح الري انتري فينومينا. التريتمنت لازم تقول كارديو فيرجن او دي فايل ريليتد، تحط اربع نقط اساسيه. التايبس اسامي فقط، اسامي اتريال تاكيكارديا ديزيز، بري ماتشور اتريال تاكيكارديا، او باروكسيزمال نودال تاكيكارديا، او اتريال فايبريليشن، او اتريال فلاتر. هنا ممكن تحط اختصارات لانها اختصارات عالميه عشان الوقت. في الفنتريكل تاكيكارديا بريماتشور فنتريكولر اللي هو فنتريكولر اكسترا سيستول وفنتريكل فايبريليشن. وقتك يضيع لو حبيت تتكلم بصفه خاصه على كل واحد من دول. ممكن انا اكتب الاربعه دول واكتب تحتيهم كلمه واحده ابنورمال بي ويف، ان دي نقط مشتركه في الاربعه. طب وكيو ار اس والتي؟ نورمال لان الامبلس كوندكتد في الهيز بيرجنج سيستم. في الفنتريكل فايبريليشن بيظهر كيو ار اس، لونج ديوريشن كيو ار اس، ابسنت بي. بقول الخطوط العريضه اللي بتجمع الامراض ببعض. سيريسنس مين في دول اكثر اهميه؟ الاكثر خطوره هو الفنتريكولر لان ده المين بامب. كل ما يزيد التاكي كارديا او الهارت ريت افكت ذا تايم اوف فيلير. اتريال تاكي كارديا نون سيريس ولازم تقول السبب، لان 80% من البلد اللي نازل الفنتريكل بسبب البريشر ديفرنس. السؤال الاخير كلاسيفاي اريثميا اند ديسكاس وان اوف ذيم. سؤال كلاسيفيكيشن عناوين فقط، فقط عناوين من غير شرح. يعني انا هقول ساينس في ثلاث انواع، تاكيكارديا براديكارديا سبايراتوري ساينس اريثميا. تاني عنوان ايه؟ بنودر ريزم. اكتوبيك تاكيكارديا حطيت عنوانين اتريال فنتريكولا، ولازم تجاوب بالنظام ده، ما تكتبش مجرد كلمات جنب بعض. حط الاتريال تاكيكارديا وبعد كده الفنتريكولا زي ما قلناها في السؤال ده كمجرد اسامي. والنقطة الأخيرة كوندكشن ديستربنس، لو الكوندكشن بقى سريع قوي نتيجة البامب لوفكانت اسم المرض وولف باركنسون وايت.
لو كوندكشن بطيء قوي تفكر في احتمال من ثلاثه S-A بلوك A-D بلوك بدرجاته باندل برانش بلوك. طلب منك اشرح واحده منهم، اختار اسهل واحده وليكن AV نودرز. ما تختارش اتريال فايبريليشن او فلاتر بتفاصيل كتيره ممكن كطالب تنساها، اتريال ريت وفنتريكولار ريت وبالس، لا اختار حاجه سهله. هقول في دي كلمتين، AV نود اد از ليتنت بيس ميكر، اس لوب بوزيتيف، شكل الاي سي جي انفيرتد بي ويف والباقي نورمال، كيو ار اس